نقدم لجمهورنا على الموقع عرض استعراض لكتاب الأول في إصدارات المجموعة في إصدار سلسلة الجغرافيا في خدمة الشعوب. الكتاب وعنوانه حركات التغيير والحراك الجماهيري. بحكم اهتمام المجموعة الجيوستراتيجية للدراسات بالملف الجغرافي وأثره في إحداث نقلة نوعية في المجتمعات العربية والإسلامية، لا شك أن الظواهر الإنسانية من التغيير والتطوير والإصلاح تشتبك فيها العديد من العوامل والعديد من العلوم. فعلى قدر استعانة العاملين في الميدان والباحثين بأدوات معرفية متعددة أو إضاءات سيسيولوجية على الظواهر الإنسانية يمكن هذا من أمرين: أمر الأول فهم هذه الظواهر بدرجة كبيرة، الأمر الثاني جعل لهذه الأحداث وهذه الظواهر من حركات تغيير، من برامج تنمية، من إصلاحات سياسية اقتصادية ثقافية، جعل لها لغة، أي يمكن الإمساك بخيوط عامة كيف تبدأ مسارها في الميكانيزم تحركها ثم نتائجها المتوقعة. فلا شك أن الجغرافيا كعلم قديم قدم إضاءات مهمة جدا على الظواهر الإنسانية وفي المجتمعات، وأسهم بدرجة من الدرجات في حسن إدارة عمليات التغيير والإصلاح. فعلى المستوى الجغرافي العادي من حيث إدراك طبيعة المناخ وطبيعة الأرض وطبيعة السكان، دائما تبدأ أي عمليات تنمية أو إصلاح أو تغيير من فهم الواقع الموجود سواء في الدولة أو بلدة أو إقليم بدرجة من الدرجات. والإخفاق في هذه الإخفاق في فهم الظاهرة والمصلحة التي تقف عليه أحد عوامل الإخفاق الكبرى لكثير من الحركات وكثير من الدول. فمثلا نحن في المجموعة نعتقد أن العالم العربي والإسلامي لا تنقص الحماسة، لا تنقص العاطفة، آلاف من الشباب متحمسين، لا شك جهات في الحكومات مهتمة فعلا بإحداث نقلة نوعية في المجتمعات، ولكن يأتي الخلل من عدم استعانة بكل الخبراء وكل المهتمين في مجال من المجالات حتى نحدث تغيير حقيقيا وليس مؤقتا. فالكتاب يبحث في هذا الإطار أثر العامل الديموغرافي السكاني على عمليات التغيير والتنمية والإصلاح. فهل العامل الديموغرافي من منظور الجغرافي مؤثر في عمليات التغيير؟ هل ما هي المحاذير التي يجب توخيها؟ ما هي النتائج التي يجب التعاطي معها؟ فالكتاب منضبط في هذه البوصلة على أثر العامل الديموغرافي السكاني على حركات التغيير وعلى حركات النهوض وبناء الدول. فالكتاب يحتوي على 4 فصول. الفصل الأول يناقش شرائح السكانية وحركات التغيير، والفصل الثاني يتكلم عن حجم السكان، والفصل الثالث يتكلم عن الذاكرة، عن الثلاثية الحساسة وحركات التغيير اللي هي ملف العرق والدين واللغة، والفصل الأخير يتكلم عن الذاكرة التاريخية والثقافية لهذا الإقليم. نحن انطلقت في هذا الكتاب من أن الإقليم بمعنى في الكتاب اصطلاح الدولة هي الأب، أب الطبيعي لكل ما عليه من مؤسسات، من حركات، من هيئات، والحركات وغيرها هي ابن لهذا الأب. فكلما كان الابن أكثر فهما لشخصية أبيه وإدراكا لتاريخه وإدراكا أيضا لأمراضه وإدراكا لتطلعاته، كلما كان هناك فرص نجاح أكثر. أما إذا كان الابن الحركات أو غيرها بها مظاهر عقوق في نظر تتمثل في عدم فهم الطبيعة الجغرافية لهذا الإقليم، عدم فهم الذاكرة التاريخية لهذا الإقليم، عدم فهم الطبيعة النفسية لهذا الإقليم، في نظري في هذا الكتاب تكون فرص الفشل أكثر من فرص النجاح. فالكتاب هو البحث في كيف نضبط العلاقة بين الحركات أو المؤسسات الحالمة والساعية لإحداث تغيير في المجتمعات وبين هذا الأب، كيف نجعل هذه العلاقة علاقة اتساق وعلاقة بر وعلاقة فهم حتى يمكننا أن ندفع في اتجاه إحداث نقلات نوعية إصلاحية في مجتمعاتنا العربية والإسلامية. ففي هذا اليوم سنتناول الفصل الأول من الكتاب وهو الشرائح السكانية وحركات التغيير. نقصد أولا في هذا الكتاب بمصطلح الديموغرافيا هو العلم الخاص بدراسة الظواهر البشرية من حيث التوالد والوفيات ومعدلات العمر وأماكن التركز ومن حيث الكثافة ومن حيث حركات الهجرة اليومية وحركات الهجرة السنوية في داخل الإقليم. لا شك أي إقليم الآن
أي دولة الآن في دول العالم هو ما السكان هو الجزء المتحرك الغير ثابت على ظهر هذا الإقليم. فمثلا في حالة المصرية تقريبا يدخل القاهرة يوميا ويعود إلى يدخل القاهرة يوميا، في هجرة يومية من السكان المصريين قرابة ما يزيد عن 10 مليون زائر يومي للقاهرة بشكل موظفين أو عمال ثم يعودون إلى الأقاليم. الحركة أيضا من الجنوب، الهجرة من الجنوب من الصعيد إلى الشمال، الهجرة من الأرياف إلى المدن، دائما الملف الديموغرافي ملف حيوي ومتحرك ودائم الحركة في داخل الأقاليم بحكم الطبيعة الجغرافية أو حكم عوارض تطرأ على هذا الإقليم. فعند بناء السد العالي في الحالة المصرية تم نقل وتهجير سكان النوبة إلى 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 مناطق أخرى تجنبا للغرق. ففي النهاية العامل السكاني الديموغرافي بطبيعته هو عامل غير ثابت، عامل متحرك مؤثر جدا في ظهر وفي على مؤثر جدا في مصلحة الإقليم. فعندما نتكلم عن التغيير في حد ذاته هو هدفه إحداث نقلة نوعية من ألف إلى باء أو من ألف أو من باء إلى جيم. فهذه النقلة النوعية يعني تتم وفق تطلعات هؤلاء السكان. فالتغيير يحدث أولا في قناعات هؤلاء السكان الإقليم، ثم في إحداث برامج واعدة تجعلهم يستفيدون من ثروات ومن خيرات هذا الإقليم. فالحركات تنشأ في داخل هذا الإقليم، فينبغي لقارة الحركات، ينبغي لمن يشتغلون بملف التنمية في الوزارات في الهيئات في الحكومات أن يدركوا أن غايتهم الكبرى هو إرضاء هذه الجماهير السكان وتحقيق أمل متطلعاتهم في الاستفادة القصوى من ثروات وإمكانيات دولة ما أو إقليم ما في أي قارة من القارات. فالفصل الأول كنا نناقش فيه الشرائح السكانية وعلاقتها بحركات التغيير. هذا الفصل يحتوي على 5 محاور. المحور الأول خريطة الشرائح السكانية وعلاقتها بالتغيير. المحور الثاني آليات تقسيم الشرائح السكانية. المحور الرابع هل يمكن استيراد حلول واستراتيجيات لسكان من خارج الإقليم. الفصل الخامس يناقش الحركات المهاجرة تسعى إلى التغيير. من خلال استقراء الحركات التغييرية العالمية هناك بدا لنا أن هناك منطق حاكم لهذه الحركات، وهناك تقريبا تراتبية تبدأ بها هذه الحركات سواء من الناحية التاريخية أو الناحية الجغرافية. أي حركة من الحركات، أي مشروع من المشاريع الفكرية الثقافية الاجتماعية يستند بدرجة من الدرجات على ثلاثية هامة جدا لابد أن تدرك بدرجة عالية جدا. أول هذه الثلاثية أن أي حركة هي تعبر عن طموح وآمال واحتشاد وإمكانيات منفتحة على المستقبل، تبدأ بفرد أو اثنين أو على أقصى قدر مجموعة حالمة ترى أنه يمكن نقل هذا الإقليم وهؤلاء السكان من هذا الواقع المزري اقتصاديا أو سياسيا أو اجتماعيا إلى واقع أحسن إلى واقع أفضل. هذه الشريحة تسمى في حركات التغيير شريحة البدء. شريحة البدء هي شريحة عاطفتها تملك عاطفة متدفقة، تملك آمال حالمة، تملك أيديولوجيا حاشدة تبشر بها في داخل هذا الإقليم وفي هذه الدولة. هذه شريحة البدء تبدأ غالبا كافة الحركات بشرائح بدء قد تكون قليلة، قد تكون في شكل مصلح ملهم كما أستونج، قد تكون في شكل نبي مرسل كالنبي عليه الصلاة والسلام بشر مجتمعه بغد مشرق إذا هم انحازوا إلى مبادئه وإلى دينه. قد تكون شريحة البدء مجموعة من الباحثين في مركز من المراكز تبشر بإمكانية حل مشكلة من المشاكل إذا تم الاحتشاد حولها. الشريحة الأخرى الهامة جدا في شرائح التغيير أو في حركات التغيير هي شريحة التغيير ذاتها. فإذا كانت الشريحة الأولى هي الشريحة المولدة للأفكار، الشاحنة للعواطف، المهيئة للنفوس، الآثرة بخطابها وبأدبيتها وأيديولوجيتها، فهذه الشريحة على رغم كل هذه المقومات لا تملك غالبا إحداث التغيير الحقيقي في جسم الإقليم وفي الحالة السكانية الموجودة إلا إذا انحازت لها شريحة أخرى تملك أدوات التنفيذ، تملك أدوات القدرة لتجعل هذه البرامج التي بشرت بها شريحة البدء تدخل في دنيا الناس وتدخل في مساحة التنفيذ وفي مساحة العمل. قد تكون حركة من الحركات، حزب من الأحزاب يملك أيديولوجيا واعدة لإنقاذ مجتمع ما من تحدي الاحتلال أو البطالة أو الفقر أو إلى غيرها أو الاستبداد، لكن هذا البرنامج لن يختبر ولن يجد فرصته الحقيقية إلا إذا وجد
الأنصار الحقيقيين لهم القدرة على حمل هذا الحزب إلى الفوز في انتخابات ما، أو إلى الضغط على تعديل قواعد اللعبة السياسية حتى يمكن تطبيق هذا البرنامج بشكل عملي. ثم يأتي بعد شريحة التغيير شريحة هامة جدا، وغالبا ما يحدث هناك خلل كبير في هذه الشريحة، أو في ليس خلل فيها ولكن في تركيز الاهتمام والرؤية والسيطرة عليها. كثير من الحركات قد يكتب لها النجاح في اختيار شريحة البدء، ويكتب لها النجاح في اختيار شريحة التغيير، وقد تحدث تغييرا حقيقيا، ولكن غالبا أو كثيرا من الحركات تفشل في بناء في اختيار شريحة البناء. شريحة البناء نعني بها كيف يمكن لهذه الحركة التي وصلت إلى سلم السلطة وإلى سلم التنفيذ، أو كيف تنجح هذه الحركة التي وصلت إلى وزارة من الوزارات، أو تنجح هذه الحكومة التي أصبحت الآن مهيمنة على إقليم من الأقاليم، أن تحشد كل طاقات المجتمع باختلاف الأجناس والأنواع والأعراق واللغات في الانحياز إلى برنامجها وإلى تطبيق هذا البرنامج. غالبا الحركات تقع أسيرة نجاحها في البدء ثم في التغيير، وتتغافل بدرجة من الدرجات على شريحة البناء. فإذا تنكبت الحركة ضبط مرحلة البناء والاستقرار، غالبا ما يتحول المجتمع إلى عصا في عجلة التنمية وليس إلى ترس يدور في صالح عجلة التنمية. فمثلا الحالة السودانية، نجحت الحركة في البدء، نجحت في التغيير، لكن الآن تعاني الحركة السودانية، خاصة الحزب الحاكم الآن ويعني على قرابة 20 سنة في سدود الحكم، من لملمة الحالة السودانية ومن التعاطي مع الأعراق المختلفة، لأنها تحركت في الإقليم بفقه الحركة وليس بفقه الدولة.